Sam Mackintosh, a Scottish designer. He was one of the pioneers of Art Nouveau. ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ مش ده يا ابني، مش ده. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا والشرطة هي طالعة وضحانا والسيرة يترحى في سماها يلا معانا سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت جرينتش عام 1880، قال المتحدث الرسمي باسم المملكة البريطانية أن الحكومة قررت تكريم المهندس المعماري تشارلز ريني ماكنتوش لتميز مشاريع ودقة التصاميم. سيقام التكريم في فندق هيلتون الساعة 7 مساء يوم 24 من أغسطس الموافق الخميس، ولكن لم يتم التأكد من تواجده بالعاصمة لأن صدرت أخبار عن وجود زوجته خارج البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنيساتي سادتي، اليوم نكرم قامة من قامات التصميم والعمارة، شخص كان قادر أن يهزم كل المستحيل وأن يكسر القيود ليرجع زمن الفن الذي شبه قضت عليه الثورة الصناعية. كان المولود الرابع من أسرة تتكون من 11 طفل، أمه سيدة منزل بسيطة وأبوه شرطي. التحق بمدرسة جلاسكو للفنون ودرس فيها فن الهندسة المعمارية، والتصميم اعتبره مدير المدرسة موهبة رائعة. بعدها انضم للتدريب عند مؤسسة هوني أند مان كيبي ليفوز في مسابقة تصميم وبناء مدرسة فنون جديدة لمدرسته الأم جلاسكو، المثال الحقيقي لمقولة التلميذ تفوق على أستاذه. وبعدها قام بعدة أعمال مهمة مثل The Willow Tea Rooms, Hill House, Queen's Cross Church, Scotland Street School. دعونا ندعو العبقري صاحب ماكنتوش روز موتيف المصمم والفنان تشارلز ريني ماكنتوش ليستلم جائزته. ايه ده؟ ايه ده انت مين؟ انا ماكنتوش، انت اللي مين؟ واضح ان احنا عندنا مشكلة. محكمة! نادي يا ابني على الأولى. المجني عليه تشارلز ريني ماكنتوش، والجاني تشارلز ريني ماكنتوش. ايه يا ابني الهبل ده، ما تصغروناش بقى. والله العظيم القضية كده يا باشا. سيدي القاضي، حضرات السادة المستشارين، اسمحوا لي أن أظهر الحقيقة لعدالتكم. طبعا من الواضح أن دي من أسهل القضايا اللي أنا تناولتها في حياتي، وبالذات في الفترة الأخيرة، لأن الشبه واضح جدا بين موكلي وبين ماكنتوش الحقيقي. حرفيا الاثنين نفس الشكل. نفترض أن الاثنين نفس الشكل. نفترض وهو قدامكم، تقدروا تسألوا على أي حاجة. اسمك بالكامل إيه؟ تشارلز ريني ماكنتوش. تقدر تقولي ايه الانفلونسز بتاعت الوركس بتاعتك؟ الانفلونسز بتاعتي متاخده من الجابانيز موتيفز او الاورنمنتس، الماتيريالز بتاعتي متاخده من الاندستري ريفولوشن، بس انا الستايل بتاعي ارت نوفو. طب ما الحاجات دي طبيعيه وبديهيه لكل المعماريين. قولي بقى ايه اهم الوركس بتاعتك واحكي لي اكتر عنها.
افتر ووركس انا عملتها كانت في الفرنيتشر والديكور، اهمها كان اللي هو الهاي باك تشير. بعد كده في الاركتكتشر اول مبنى عملته في بدايه حياتي كان اللي هو اللايت هاوس، بعد كده عملت اللي هو الويلس تي روم، سكوتلاند ستريت ميوزيوم، وهيل هاوس. بعد كده اكتر مبنى مأثر فيا اللي هو الجلاسكو سكول اوف ارتس، كان ليا الشرف ان انا ابني مبنى في المدرسه اللي انا اتعلمت فيها الفنون. وقتك انت، الدفاع الثاني اتفضل. انت على اي اساس بتعتبر نفسك ماكنتوش؟ على اساس ان انا ماكنتوش. طيب وقول لي بقى ايه الستايل بتاعك؟ ارت نوفو. الناس بتتكلم عنك وبتقول ان انت شغلك بسيط جدا ومش ملفت، ايه ردك على الكلام ده؟ لا لا لا، انا حاجاتي ارت نوفو، متاخده من الموخا ستايل، متاخده من الجابانيز موتيفز، من الاورنمنتس بتاعه الاسلاميك زي ارت نوفو. الشاهد الاول اتفضل. دي سكرتيره موكلي تشارلز ريني ماكنتوش. الشاهد اجل يا سيدي. باشا اسكندر البتري ليه قتلتني بنظرتها؟ تقدري تشهدي؟ هو انا كان نفسي اشهد بس مش عارفه مين وانه مين. فين الشاهد بتاعك؟ هو في الحمام اهو جه. انت تايه يا ابني ولا ايه؟ لا يصحى كده، انت في محكمه مش في ديكسوتك. بس يا حبيبي بس. لا حضرتك انا موجود، انا تمام. مش دي برضو قضيه ماك باين؟ ماك ماك انت الشاهد التاني؟ ايوه. بص انا الشاهد، بس الشاهد على ايه انا معرفش، بس انا لو عايز نشهد في اي حد انا موافق، انا تمام يعني. باشا الواد ده بيستعبط يا باشا. بس الله يا ابني اتكل على الله. أدب. سامع. طب انا احترت. انا عندي حل. اظن سيادة الرئيس. ما هي بقتش محكمة. انا السينيوريتا ريتا مارغريتا، عندي عدة شركات ومصانع، وشدتني جدا قضية ماكنتوش خصوصا بعد انه بقى من البايونيرز في ارتس اند اركيتكتشر في انجلترا كلها. وايه الحل بتاعك؟ انا عايزه حد يعمل لي ديزاين لكنيسه على ابنيها على روح جوزي الله يرحمه. ونعم بالله ورثني كل حاجه وسلمني في الدنيا من غير سند او دار. المهم فانا بطالب من سيادتكم ان انتوا تدوني بيرميشن ان احنا نخليهم يرسموا لنا سكتشز للديزاينز بتاعه الكنيسه قدامنا، وبكده نعرف مين ماكنتوش الحقيقي من رسوماته ومين المنتحل الشخصية، وندي الجايزة للمنتحل الحقيقي وانا اخد الديزاين اللي انا عايزاه من غير فلوس. هي فكرة هايلة يا صراحة، قالت فكرة هتخلص الموضوع كله. هي فكرة حلوة. ماشي ادونا مسكتشات. انت ايه اللي جايبك هنا بس؟ الحكم بعد المداولة. مبروك، انا حقيقي عجبني جدا الديزاين بتاعك، جديد ومش زي الحاجات التقليدية. open floor plans، simplicity في الاليفيشنز وfunctionality، كل حاجات دي مودرن، كل ده عجبني. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا بأن صاحب الكرافتة الحمراء هو تشارلز ريني ماكنتوش الحقيقي، وأن صاحب البرونيتا هو منتحل الشخصية، وذلك لأن سكتشات صاحب الكرافتة الحمراء هي نفس طريقة سكتشات ماكنتوش الحقيقي، ولذلك سيأخذ الجائزة. أما بالنسبة للجاني فسيسجن سنتين بتهمة انتحال الشخصية، ليخرج وليجد مشروعه الذي رسمه الآن مبني بالكامل. رفعت الجلسة. ماكي اوعى كده. ايوه ماكي
تشارلز ايه اللي حصل؟ انا انتهيت يا مارجريت، في ستايل داخل علينا انا ما كنتش متوقع ان هو هيعجب الناس كده، والنهارده اتاكدت ان دي الهايلايت الارت نوفو. انت قصدك على مودرنيزم؟ انا مش عارف اعمل ايه تشارلز، احنا لازم نسيب الارت نوفو، كل بقى بيروح للمودرنيزم، كل حاجه بتتجدد، ولا حد عاجبه الديكوريشنز ولا الاورنمنتس ولا الفلورز بتاعت الارت نوفو، كله بقى ماشي ورا الجديد. احنا لازم كده انا وانا وانت كده ونمشي مع الجديد. انا مش عارف اتاقلم على الستايل ده. Charles Rennie Mackintosh abandoned Art Nouveau, then abandoned architecture itself, as he couldn't cope up with the pendulum of architecture. He chose to complete his career in landscape, as he found himself more in it. He died due to head and neck cancer, and most of his works were burned to the fire of Glasgow in 2016. Pardon? يا من تسيون الظن بي انا اسوأ مما تظنون. مبنى اتعلمت فيه وتخرجت منه وعملت فيه يا ماهو مدرستي الا علمت. انا مش عارف احفظ. خلاص عيدي على الشعيدي. انت بابا المين؟ سينيوريتا ريتا مارجريتا. اعذرني سيادة الرئيس. يا جماعة انا اسفة. انا اسفة كده.